السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة التخصصات المعمارية، كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله بإذن الله نشتغل مع بعض مادة المساحة، وطبعا تخصص العمارة بشكل عام، الشعب المعمارية الصف الثالث. قبل ما نبدأ حابين طبعا إن احنا نأكد إن طبعا اتكلمنا في الترم الأول أو الفترة اللي فاتت في دروسنا السابقة عن الأعمال الميزانية الطولية، واشتغلنا فيها طبعا عن شقين، شق اللي هو حساب الميزانية الطولية بطريقة منسوب سطح الميزان، وحساب الميزانية الطولية بطريقة الارتفاع والانخفاض. وطبعا كنا اشتغلنا على أعمال الميزانية وعرفنا ميزان بيتكون من ايه والغرض منه وكل وظيفة من الوظائف اللي بيستخدم فيها الميزان وأنواع الموازين طبعا المستخدمة في الأعمال المساحية، واتكلمنا باستفاضة عن ميزان القامة طبعا وجبناه واشتغلنا عليه بشكل عملي في القناة. بعد كده دخلنا طبعا على الميزانية الطولية زي ما قلت في بداية الحلقة، واتكلمنا عن حساب منسوب سطح الميزان، طريقة الميزانية الطولية باستخدام سطح الميزان، ثم باستخدام الارتفاع والانخفاض. والمفروض ان النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اعمال الميزانية الشبكية. وبرضو قبل ما نبدأ حابب ان انا اكد ان الدرس بتاعنا النهاردة مهم جدا 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 طبعا. ليه؟ لان هو زي ما بنقول كده من الموضوعات اللي هي موضع امتحانات، يعني زي ما بنقول كده ما ينفعش انك انت يكون في امتحان مش موجود فيه سؤال عن الميزانية الشبكية. يبقى اذا الدرس النهاردة بتاعنا بتاع الميزانية الشبكية محتاج من حضرتك متابعة، ورقة وقلم، وتكون جاهز معانا عشان هنكتب مع بعض. طبعا هنتكلم عن الميزانية الشبكية من كل محتوياتها زي ما بنقول، الجزء اللي اتكلم عن الشق النظري فيها، ثم بعد كده هنتناول بالشرح أمثلة وتمارين على الحالات المستخدم فيها الميزانية الشبكية. نحن يكون عندي طريقتين أو نوعين من الأسئلة في الميزانية الشبكية، اللي هي لما يكون عندي قطعة أرض مقسمة إلى أشكال مربعة، وقطعة أرض لما يكون فيها مثلث. هنتعرف مع بعض القانون اللي بيستخدم في الحالة الأولانية اللي هي شكل مربع أو مستطيل، والقانون اللي بيستخدم في الحالة الثانية لما يكون عندي مثلث أو مثلثين. ولازم أكون ملم بالموضوع وأكون عارف إيه الغرض من أعمال الميزانية الشبكية، وإزاي بيتم إجراءها، وإزاي بيتم تدوينها، والجدول الخاص بها. كل دي موضوعات إن شاء الله بإذن الله هنتكلمها معاكم النهاردة. محتاجين بس إنك أنتم تكونوا متابعين لنا عشان نكون بإذن الله جاهزين لأعمال الامتحانات. وزي ما قلت ونوهت إن درس النهاردة مهم جدا، محتاج إن احنا ندون كل كلمة هتتقال فيه طبعا، وعندنا أمثلة هنكتبها مع بعض إن شاء الله ونتابعها. ولو في أي حاجة بإذن الله هننتظر استفساراتكم على رابط القناة وعلى جروب التليجرام اللي بيجمع كل طلبة التعليم الفني في على مستوى الجمهورية. بإذن الله احنا جاهزين لكم، وبإذن الله تحت أمركم في أي استفسار أو تساؤل. وإن شاء الله هنبدأ مع بعض كده ونشوف السلايد بتاعنا بادئ بإيه النهاردة. وهنبدأ إن شاء الله بالجزء النظري زي ما بنقول دايما في دروسنا، إن احنا محتاجين نقدم زي ملخص كده أو عرض سريع للموضوعات بتاعتنا النهاردة في داخل الدرس أو عناصر بتاعة الدرس بتاعنا النهاردة. هنتكلم طبعا عن أغراض الميزانية الشبكية وتعريفها وبتستخدم في إيه، وإزاي أن أنا أقدر أنفذها. ده كله ده جزء زي ما بنقول كده جزء أو شق نظري. كده عندي الجزء العملي اللي هو بيتم على أرض الواقع، اللي احنا أساسا هننفذه إن شاء الله مع بعض في صورة جداول وتمارين. فإحنا محتاجين إن احنا نتابع زي ما قلت إن شاء الله، نبدأ مع بعض ونشوف احنا البداية بتاعتنا إزاي، وهنبدأ ببداية الكلام بتاعنا عن أغراض الميزانية الشبكية ونشوفها بتستخدم إزاي. يعني هنبدأ بالجزء النظري ثم الجداول. نبدأ كده مع بعض ونشوف. طبعا هنا بيتكلم عن أغراض الميزانية الشبكية، وكل جزء هنحتاج توضيح هنقف عليه زي ما تعودنا مع بعض، ونعمل عليه زي سبوت كده عشان نأكد على الموضوعات بتاعتنا ونوضحها. بيقول لي هنا الغرض من الميزانية الشبكية، بيقول هنا تحديد مناسيب مجموعة من النقط يمكن عن طريقها رسم خرائط تبين شكل سطح الأرض من مرتفعات ومنخفضات، ومن واقع مناسيب هذه النقط، ومنها يمكن رسم خطوط تتساوى في منسوبها يطلق عليها خطوط الكونتور. تاني، يبقى هو هنا بيقول تحديد مناسيب، يبقى الغرض منها هو تحديد مناسيب مجموعة من النقط يمكن عن طريقها رسم خرائط تبين شكل سطح الأرض من ارتفاعات ومنخفضات، وهذه النقط ومن واقع هذه النقط في الطبيعة يعني،
ومنها من خلال المناسيب بتاعت النقط دي، ومنها يمكن رسم خرائط او خطوط تتساوى في منسوبها يطلق عليها خطوط الكونتور. وهنقف كده مع بعض دقيقه يا شباب ونوضح ونقول الغرض من الميزانيه الشبكيه هو ايه. الغرض من الميزانيه الشبكيه عشان نوضح الجزء، احنا زي ما اتفقنا مع بعض كل جزء كده حاسين ان هو هيكون محتاج سبوت هنقف عليه ونحاول ان احنا نوضحه. الغرض من الميزانيه الشبكيه ان انا بستخدم او بحدد مناسيب النقط اللي موجوده عندي على قطعه ارض، وليكن مثلا قطعه ارض انا محتاج ان انا اعمل لها ميزانيه شبكيه او انسبها عشان اعرف الفرق في النقط اللي موجوده فيها. بمعنى قطعه الارض على طبيعتها اكيد هيكون فيها نقط ارتفاع ونقط انخفاض او نقط عاليه ونقط منخفضه زي ما بنقول، فانا محتاج اعرف النقط دي اللي هي مرتفعه لازم اعرفها عشان هشيل منها، وبعد كده هكون محتاج برضه اعرف النقط اللي هي منخفضه في المنسوب عشان برضه هعمل عمليه ردم فيها. ليه؟ وده كله بيكون مقارنه بحاجه اسمها منسوب تسويه. منسوب التسويه ده هنشوفه مع بعض في التمارين، بيكون مديني المنسوب طبعا ده مقارنه بروبير ثابت نقطه ثابته. انا محتاج اسوي قطعه الارض دي وليكن مثلا على منسوب 20 متر وليكن، معناها ايه الكلمه دي؟ معناها ان قطعه الارض دي محتاج ان انا كل ما احط القامه بتاعتي وابص في الميزان على اي مكان فيها اقرا كام؟ اقرا 20 متر، يبقى لا ترتفع ولا تنخفض عن منسوب التسويه. يبقى انا محتاج اسوي قطعه الارض كلها على منسوب واحد. اذا في الحاله دي بستخدم حاجه اسمها الميزانيه الايه؟ الشبكيه. يبقى الميزانيه الشبكيه بتعمل عمليه تسويه لجميع نقاط الايه؟ الارض سواء من ارتفاع او انخفاض. طيب بعد كده بتستخدم في ايه تاني او الغرض منها؟ الغرض منها ان انا بعمل حاجه اسمها خريطه. الخريطه دي فيها عنصر كده بيسمى خطوط الكونتور. خطوط الكونتور دي بخطوط، وهي خطوط وهميه بتكون موجوده على الخرائط. الغرض منها ايه؟ الغرض منها ان هي كل النقاط اللي بتتساوى في الارتفاع او في الانخفاض بيكون او بيجمعها او بيمر بيها خط كونتور واحد. اذا يبقى بتستخدم الغرض منها في رسم طريق عمل خطوط تسمى خطوط الايه؟ الكونتور. طب خطوط الكونتور دي وظيفتها ايه؟ طبعا ده درس كامل ان شاء الله باذن الله هنتكلم فيه في الحلقات القادمه بامر الله، لان ده جزء طبعا نظري وبيجي فيه مسائل وشق والتمارين طبعا على الجزء اللي فيه من اغراض وتعريف وكذا وخصائصه. فاحنا الكلام ده كله يعني باذن الله نتعرض له في الحلقات القادمه. انا حاليا دلوقتي ان انا بعرف بس ايه الميزانيه الشبكيه بتستخدم في ايه. يبقى بتستخدم في رسم الايه؟ الخرائط، خطوط الكونتور اللي بتوضع على الخرائط نقاط الارتفاع ونقاط الانخفاض. طيب خطوط الكونتور دي بتترسم ازاي او بتوصل ما بين ايه وبين ايه؟ بتوصل ما بين نقاط الارتفاع كلها مع بعض ونقاط الانخفاض كلها مع بعض، يعني بيجمعها خط نقاط الارتفاع كلها بيجمعها خط كونتور واحد ونقاط الانخفاض بيجمعها خط ايه؟ كونتور واحد. طبعا ده كان التوضيح للجزء بتاع الغرض من الميزانيه الشبكيه عشان يكون اكثر وضوحا لنا. يبقى انا عرفت الغرض منها تحديد نقاط الارتفاع والانخفاض، عمل تسويه لقطعه ارض، رسم الخطوط اللي هي الكونتور لاستخدامها في رسم الخرائط. يبقى ده الغرض من الميزانيه الشبكيه، لان ممكن يجي لك اكمل او صح وخطا في الامتحان، فلازم اكون عارف ان الجزء ده انا مر عليا قبل كده في دروسنا على القناه واحنا تابعناه مع بعض. نشوف بقى الشريحه الثانيه بتقول ايه. بعد كده استخدامات الميزانيه الشبكيه، هنا اهو بيقول لي هي من افضل الطرق لتمثيل سطح الارض من ارتفاعات وانخفاضات على الخرائط عند تنفيذ المشروعات المختلفه. اه طبعا، ليه؟ عشان انا من شويه قلت ان هي بتستخدم في رسم الخرائط. الخريطه دي ما هي طالعه منين او مرسومه منين؟ من واقع قطعه الارض او سطح الارض اللي انا شغال عليه، مرسومه من الواقع. من واقع باستخدام مين؟ باستخدام الميزانيه الشبكيه اللي بتحدد لي ارتفاعات والانخفاضات اللي موجوده على سطح الارض، وبتستخدم برضو الخرائط دي في المشروعات المختلفه. حاجه ثانيه كمان بيقول لي وبتختلف طريقه تنفيذ الميزانيه الشبكيه باختلاف شكل سطح الارض ومدى تباينه وتضاريسه وايضا حسب الدقه المطلوبه. يبقى انا هنا ممكن اجيب لك سؤال، لان ده طبعا موضع سؤال. تختلف طرق تنفيذ الميزانيه الشبكيه باختلاف نقط ونقط ونقط، يبقى باختلاف سطح الارض، شكل سطح الارض. ممكن يكون انا في منطقه جبليه مرتفعه او منخفضه جامد مثلا، فطبعا الشكل هنا هيختلف عن الشكل اللي فيه ارتفاعات جامد بشكل جامد، هتختلف عن الشكل اللي هو شبه مستوي، هتختلف عن الشكل اللي هو منخفض. وبعد كده بيقول لي ومدى تباينه وتضاريسه. طبعا تضاريسه ممكن يكون في جبال، بحيرات او ما شابه، او ترع او مصارف، فده طبعا بتختلف اللي هي التضاريس بتاعتي. يبقى هنا هستخدم ميزانيه شبكيه
مختلفة عن هنا، يبقى المنطقة تختلف الميزانية الشبكية باختلاف سطح الأرض وتباين تضاريسه وأيضا حسب الدقة المطلوب. عندي ثلاث نقاط ممكن أن أنا أستخدمها في أو أجاوب عليها في إذا جاء في السؤال ده إذا جالي في صورة أكمل. طيب بعد كده نشوف الشريحة اللي بعدها، طرق تنفيذ الميزانية الشبكية. برضو دي نقطة سؤال، ليه أنا ممكن أقول لك في الامتحان أذكر أو أكمل من طرق تنفيذ الميزانية الشبكية نقط ونقط ونقط؟ فهنقول طبعا أول طريقة اللي هي طريقة المربعات والمستطيلات، بعد كده طريقة المحور، طريقة الاتجاهات، طريقة القطاعات الطولية والعرضية. وعايزين نوضح يا شباب مع بعض أن النهاردة إن شاء الله هنشتغل على طريقة المربعات والمستطيلات، دي الطريقة اللي أنا هستخدمها النهاردة وأعمل عليها اسبوت في التمارين والأمثلة بتاعتي. يبقى الشغل بتاعنا النهاردة على الطريقة الأولى من طرق تنفيذ الميزانية الشبكية وهي طريقة المربعات والمستطيلات. يبقى لو جالك في الامتحان تاني نقطة اهي، نقطة سؤال أو موضع سؤال زي ما بنقول، أذكر أو أكمل طرق تنفيذ أو من طرق تنفيذ الميزانية الشبكية نقط ونقط ونقط، فأقول طريقة المربعات أو المستطيلات، 2 طريقة المحور، 3 طريقة الاتجاهات، 4 طريقة القطاعات الطولية والعرضية. بعد كده القانون المستخدم في أعمال الميزانية الشبكية. طبعا أنا عندي قانون بستخدمه، ده قانون مهم جدا لازم قبل ما أحفظه أكون فهمه. يبقى أنا مش عاوزك هنا أنك أنت في مادة المساحة تكون حافظ، ليه؟ لأن أنا عندي مادة المساحة أغلب الشغل فيها بتعتمد على الشق العملي، فلازم تكون ملم بالقوانين بتاعتها كفهم ولكن بدون حفظ. يعني الحفظ مش عايزك تكون حافظ بس، لا أنا حافظ وأقدر أن أنا أطبق الكلام ده، وده مش هيجي إلا من خلال التجربة والمتابعة لنا في برنامجنا في بيتنا مدرسة، فلازم تكون ملم بالقوانين بتاعتنا. هنا بيقول لي في حالة إذا كان الشكل مربعا أو مثلث بقى، لأن القانون ده هو هيختلف يا مستر. هيختلف لما يكون عندي الشكل إيه، مثلث، ده بيختلف باختلاف ده. فبيقول لي الحجم، لأن طبعا أنا بحسب حجم، يا إما حجم ردم أو حجم حفر، فلا ده هيختلف، هيختلف. فبيقول لي يساوي سين على 4 مضروبة في عين 1 زائد عين 2 زائد عين 3 زائد عين 4. ثانيا إذا كان الشكل مثلث، الحجم يساوي سين على 3 مضروبة في عين 1 زائد عين 2 زائد عين 3. طبعا ما حدش هيقول لي عين 4 لأن المثلث مش هيكون فيه أكثر من 3 نقاط أو رؤوس نقاط. طيب إيه بقى المقصود بعين 1 وعين 2 وسين وعلامة الكسر وما شابه، وليه بتختلف في إذا كان الشكل مربع عن إذا ما كان الشكل مستطيل مثلث؟ طيب نشوفها مع بعض كده ونعمل عليها سبوت ونقول نوضح القانون. أنا هنا يا شباب بحسب حجم، حجم يا إما أعمال ردم، ردم فين؟ في المناطق طبعا اللي هتظهر عندي من الميزانية الشبكية لما أجريها، وأنا طبعا برصد بالميزان النقاط بالنسبة أو مقارنة لمنسوب سطح الإيه؟ الميزان، أو عندي روبير ثابت، تمام كده؟ طب النقاط دي نقاط إيه؟ ردم. يبقى أنا كده هحتاج إن أنا أجيب مكعبات ردم عشان أحطها في المناطق اللي هي منخفضة. طيب أو عندي مناطق مرتفعة عن المنسوب بتاعي، في الحالة دي أنا محتاج إن أنا أعمل له عملية إيه؟ حفر. يبقى أنا برضه إيه؟ المكعب. يبقى أنا هنا لازم أكون عارف وملم، ودي أول النقاط بتاعتنا النهاردة، وأول حاجة بنعمل عليها سبوت أو بنقف عندها إنك أنت لازم تكون عارف إنك بتشتغل في الميزانية الشبكية بتحسب حجم، حجوم، حجم يعني مكعب، إذا الناتج اللي يطلع عندك هيكون دايما بالمتر اللي هي يا شباب المتر المكعب مش بالمتر المربع، فلازم أكون عارف التمييز بتاعي. طيب بعد كده عايز أوضح بقى الحجم، بيقول لي هو بيختلف هنا ما بين إذا كان عندي الشكل مربع أو مستطيل أو الشكل مثلث. في حالة الشكل المربع أو المستطيل بيقول لي سين الحجم يساوي سين على 4. إيه سين؟ المقصود بسين هي مساحة الشكل، وخلي بالك عشان سين دي هتتكرر معايا كتير النهاردة وهتسمعها كتير في الميزانية الشبكية، فلازم أكون عارف إن سين المقصود بها اللي هي مساحة الإيه؟ الشكل. تختلف مساحة الشكل عندي إذا كان مربع أو مستطيل أو ما شابه، لكن أنا حاليا في القانون بتاعي بحسبها في إيه؟ بحسب في مستطيل أو مربع. طب إذا كان مربع يبقى مساحة الشكل اللي هي سين هيبقى طول الضلع في إيه؟ في نفسه. إذا كان مستطيل هيبقى الطول في اللي العرض مقسوم على، أقسمه على 4، يبقى يساوي سين اللي هي المساحة على 4. الناتج ده اللي هيطلع من حاصل قسمة سين اللي هي المساحة على 4 هيضرب أو هيضرب فيه، هفتح قوس عين 1 زائد عين 2 زائد عين 3 زائد عين 4.
طب ايه المقصود بعين واحد وعين اتنين وعين تلاتة وعين اربعة؟ احنا هنشوفها في السلايد بتاعنا اكثر وضوحا، ولكن هنستعرضها مع بعض على السريع. عين واحد اللي هي النقطة او الركن الواحد او القراءة المكررة مرة واحدة، او ما هيش مكررة، قراءة مرة واحدة. طب عين اتنين القراءة المكررة مرتين، تمام كده، او موجودة، واحنا ابقى بشرحها للطلبة او بقول انها موجودة في ركنين لشكلين، يعني هي ما بين نقطة مشتركة ما بين مربعين مع بعض او مستطيلين في ركن من اركانه. يعني انا عندي مستطيلين مشتركين مع بعض او متلاصقين متجمعين مع بعض في ركن واحد من اركانه. طيب في الحالة دي يبقى ده اسمه عين ايه؟ عين. اما عين ثلاثة بيكون مكررة او القراءة مكررة ثلاث مرات. طب عين اربعة مكررة اربع مرات وموجودة عندي في اربع عناصر، العناصر دي ممكن يكونوا اربع مربعات مشتركين في رأس واحد او ركن واحد. في عين ثلاثة بيكونوا أربع ثلاث مربعات أو ثلاث مربعات بيكونوا مشتركين في ركن واحد، ولذلك تسمى عين ثلاثة. عين اثنين بيكونوا مربعين مشتركين في نقطة واحدة أو في ركن واحد، وبالتالي بتسمى عين اثنين. تبقى تاني القانون بتاعنا عشان قبل ما ننتقل للمثلث، يبقى المربع القانون الخاص بحساب الحجم، حجم المربعات، حجم الردم أو الحفر في أعمال الميزانية الشبكية للمربعات او المستطيلات، الشكل المربع او المستطيل بيقول الحجم يساوي س اللي هي المساحه مقسومه على 4، الناتج بتاعهم مضروب في افتح قوس عين 1 زائد عين 2 زائد عين 3 زائد عين 4، وبقفل القوس والناتج اللي هيطلع عندي هيكون بالمتر الايه؟ المكعب. كل اللي احنا شرحناه كان بيتكلم عن الحجم في اعمال المربع او المستطيلات. لما بقسم قطعه الارض بتاعتي زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه على السلايد بتاعنا لمربعات او مستطيلات عشان اقدر اجري عمليه الايه؟ التسويه ليها. طيب اذا كان عندي بقى صادف ان قطعه الارض فيها مثلا قطعه مثلثه او جنب من احد جوانبها مثلث الشكل، طب في الحاله دي انا بعمل ايه؟ له قانون، هو نفس القانون بالظبط، ولكن بدل ما كنت بقسم على اربعه شباب بقسم على ثلاثه، يبقى بقول الحجم يساوي س اللي هي مساحه، بس المساحه تكون ايه يا شباب؟ عندي مساحه مثلث، تمام كده؟ مساحه المثلث بتساوي نص القاعده في الارتفاع، بجيب المساحه بتاعتي واقسمها على 3 مضروبه في عين 1 زائد عين 2 زائد عين 3. وخلي بالك ان انا مش هيكون عندي في المثلث عين 1 او عين 2، وباخد لحتى لو انا عندي مثلثين متقابلين هما الاثنين او مشتركين مع بعض في ركن واحد او راس واحده، انا بحسب كل مثلث لوحده. اذا وبالتالي اللي انا عايز اوضحه لك انك انت ان شاء الله كل النقاط عندك من البدايه كده عشان نكون متفقين مع بعض وما يبقاش في شتات ما بين اللي بنقوله وبين اللي انت او اللي بيوصل لك، انك انت كل المثلثات نقاط المثلث هتكون عندي عين واحد، عباره عن عين واحد. حتى لو عندي مثلثين يا مستر مشتركين اقول لك اه، هتاخد كل مثلث لوحده كده، تمام؟ عشان تكون امورنا ايه؟ اكثر وضوح. يبقى كده انا عرفت القانونين، قانون الخاص بالمربع والمستطيل او الشكل، اما لما بحسب ميزانيه شبكيه او بعمل ميزانيه شبكيه لقطعه ارض مقسمه الى مربعات ومستطيلات، وما بحسب حجم لقطعه ارض مقسمه الى او موجود فيها ايه؟ مثلث. ده بيختلف عن ده فين؟ في عمليه اسمت بس المساحه على اما على 4 اللي هم 4 اضلاع، او على 3 في المثلث اللي هم 3 اضلاع، وطبعا في عين، لان انا عين في المثلث بيكون عندي عين واحد بس، يكونش عندي عين 2 او عين 3، تمام كده؟ طيب نكمل مع بعض ونرجع ونشوف التمارين بتاعتنا او الجزء بتاعنا بيقول ايه. بيقول لي هنا الحجم بيساوي، طبعا ده القانون بتاعنا اهو، خلاص س انا عرفت س على 4 ووضحت دي، وقلت في المثلث بيكون س على 3 ووضحت الجزء ده. شوف اللي بعدها، طبعا اهو بيقول لي حيث ان س هي مساحه وحده الشكل اما مربع او مستطيل او مثلث، خلاص دي قلناها. وعين واحد الارتفاعات المكرره مره واحده. طيب وعين اثنين الارتفاعات المكرره مرتين او مشتركه في ركنين زي ما انا قلت. بعد كده عين ثلاثه المشتركه في ثلاث مكرره ثلاث مرات او مشتركه في ثلاث اشكال زي ما قلت في ركن واحد. عين اربعه المكرره اربع مرات او مشتركه في اربع اشكال مع بعض في نقطه واحده او ركن واحد. بعد كده بيقول هنا خطوات تنفيذ الميزانيه الشبكيه، لازم اكون عارف او ملم ازاي اقدر اجري عمليه تنفيذ الميزانيه الشبكيه، انها برضو تكون سؤال او موضع سؤال. اذكر او تكلم عن خطوات تنفيذ الميزانيه الشبكيه او اشرح خطوات تنفيذ الميزانيه الشبكيه، ماشي؟ ده لو هي هتيجي بجزء نظري، ولكن انا حابب هنا ان انا اوضح لك على الشق العملي. وزي ما قلت قبل كده ان انت لا، يعني لا يجوز انك انت تكون خريج تخصصات المعماريه وبتدرس معانا مساحه لمده عامين الصف الثالث
وما تقدرش او تكون عندك صعوبه في تنفيذ اعمال الميزانيه الشبكيه على ارض الواقع. فطبعا بقدر الامكان بنحاول نوصل لك المعلومه عشان تمتلك المهاره والجداره عند تنفيذ عمليه الميزانيه الشبكيه. نشوف كده مع بعض. اول خطوه طبعا بيكون اهو بيقول لي الخطوه الاولى بعمل ايه؟ بوضح او بحدد حدود قطعه الارض كما هو ظاهر بالشكل. يبقى كده ده قطعه ارض اهي عندي، لازم بحدد الاركان بتاعتها يا شباب. لو انا بصيت هنا، بص هو هنا بيعمل هنا حديد اهو، او شوكه هنا وشوكه هنا وشوكه هنا، يبقى انا بحدد طول وعرض قطعه الارض بتاعتي، بحط في كل ركن من اركانها قطعه من الحديد او من الشوكه. يبقى اول خطوه لازم اوضح او احدد حدود قطعه الارض بتاعتي. طيب رقم اتنين، بص كده ايه اللي بيتم هنا. هنا بيمسك معايا هنا ويشوف بيقول لي ايه، يقوم احد العمال بعمل حبل مقسم لاطوال طوله، طبعا يعني مقسم الى اطوال القطعه الواحده او الجزء الواحد طوله 5 متر. يعني انا لو بصيت على الجزئيه دي 5 متر 5 متر 5 متر، في بعض الحالات ممكن الاقي ان ده يكون 10، مفيش مشكله 15 7، ولكن انا بتكلم في اقل شيء اللي هو بيكون 5 متر. بيعمل حبل، الحبل ده طويل اهو، بقسمه لمجموعه من العقد، كل عقده من العقد دي بيكون طولها 5 متر، وده طبعا ابسط او اسهل طريقه، ايسر حاجه عشان اقدر انفذ بيها عمليه الميزانيه الايه؟ الشبكيه. فبيقول له اهو بيقوم احد العمال بعمل حبل طبعا مقسم لاطوال 5 متر، يتم وضع اول عقده فوق طرف الارض على طبعا على بدايه قطعه الارض يعني، واخر عقده عند نهايه القطعه المقابله او نهايه قطعه الارض، ويتم التحرك مسافه عموديه 5 متر، ويتاكد عمل اخر ويتاكد عامل اخر من المسافه بالقياس. يقوم عامل القياس بوضع شوكه حديد او قليل، او بيقول لي هنا ايه، قليل من الجير مكان كل عقده، ولكن على الارض لتكون علامه تؤخذ فوقها الايه، القراءه. هنوضحها ونقولها يا شباب مع بعض. انا عندي قطعه الارض عشان نعمل عليها كده مع بعض، وبعد كده نشوف الرسم نوضحها كده مع بعض واشرحها لك. انا عندي قطعه ارض وليكن مثلا هنقول 20 متر في 20 متر او 50 متر في 50 متر. بيعمل ايه الراجل المساح بتاعه او اللي هيقوم او المنوط باجراء عمليه الميزانيه الشبكيه لقطعه الارض؟ بيعمل حبل، ده طبعا ابسط طريقه خالص لتنفيذ العمليه. بيجيب حبل، والحبل ده بيقسمه لمجموعه من العقد، بيعقده كده زي ما بنقول، وكل عقده ما بين العقده والاخرى 5 متر، مسافه 5 متر لحد ما بيوصل لنهايه الايه، الحبل اللي هو طوله المفروض يكون كام؟ 20 متر اللي هو طول قطعه الارض، او 50 متر اللي هو طول قطعه الارض. وبيعمل ايه بقى؟ بيكون عامل ماسك احد اطراف الحبل وعامل اخر عند الطرف الاخر، وبيتحركوا هما الاثنين طبعا على بدايه قطعه الارض او حدود قطعه الارض، بيحطها على الحرف بتاعها او بدايه قطعه الارض، وعند كل عقده من دول بيحط عليها علامه جير، نقطه جير كده، شويه جير يحطهم على العقده، بينزلوا طبعا على سطح الارض، بيعمل علامه على الارض. العلامات دي طبعا بتكون كل كام؟ كل 5 متر. طب هي يا مستر 5 متر دي ثابته؟ لا، ليه؟ لان انا ممكن في التمارين زي ما هتشوف كمان شويه الاقي عندي طول الضلع 10 متر، يعني جايب قطع طول القطعه فيها 10 متر، مقسم قطعه الارض كل قطعه الى 10 في 10 متر مثلا، فما فيش مشكله عندي، ولكن اقل شيء يكون كام؟ 5 متر، عشان طبعا ما تجهدكش اثناء عمليه الايه؟ رفع او عمل الميزانيه الشبكيه. يبقى اقل حاجه 5 متر. طيب بعد ما عمل الحدود وعمل كده خلاص كل 5 متر حط علامه، يا اما بالجير او بالشوكه الحديد المستخدمه معانا في اعمال المساحه، وطبعا دي شفناها في الصف الثاني في الادوات المساحيه المستخدمه في اعمال المساحه. طيب خلاص كده عمل الحدود كده، بيتحرك للقدام نهايه قطعه الارض، بيتحرك قدام شويه، بيكون العامل عامل ثالث، بيقيس مسافه 5 متر 5 متر في العرض بقى، هو كده خد الطول خلاص خمسات، بعد كده بيمشي في ناحيه العرض ويقوم قايس 5 متر، وبيتحركوا هما الاثنين العمال عند 5 متر من ناحيه و5 متر من ناحيه، بيشد الايه؟ الحبل، وبرده بيحط عند النقط او العقد برده علامات على الارض او شوك، وهكذا وهكذا لحد لما بينتهي من ايه؟ من العرض. يبقى كده حدد الطول بتاعه، حدد العرض، المسافات كلها، قسم قطعه الارض الى عباره عن مربعات او قطع، طول القطعه الواحده 5 متر في 5 متر، ده اللي انا كنت بتكلم عليه لما يكون عندي قطعه الارض مقسمه الى مربعات. طب انا يا مستر اقدر اقسمها مستطيلات مش لازم مربعات؟ اه طبعا اقدر. ازاي؟ وليكن هاخد الطول كله خمسات وبنزل في العرض بقسمه مثلا كل 10 متر، يبقى اذا عندي قطعه الارض الكبيره بتاعتي قسمتها الى اجزاء صغيره. ليه؟ عشان اقدر
ان انا اجري ليها في كل ركن من اركانها، هاخد قرايه، القرايه دي هتقول لي قطعه الارض دي او الجزء الصغير اللي هو جزء من كل الكل ده اللي هو الكل الكبير اللي هو قطعه الارض الكبيره، قسمتها او حليت المشكله بتاعتي لمجموعه من المشاكل الصغيره عشان اقدر اجري ليها عمليه الايه الرفع المساحي. عند كل راس نقطه من دول هاخد قراءه تحدد لي قطعة الأرض دي أو الجزئية دي مرتفعة أو منخفضة عن منسوب سطح الأرض، وبالتالي هعرف إذا كان الجزء ده هو اللي هو 5×5 أو 5×10 الصغير بتاع اللي أنا عملته ده هو محتاج إن أنا أشيل منه، تمام كده؟ يبقى أنا في أجري عملية حفر. طب كم متر ده؟ طبعا هنجريه من عملية الأمثلة زي ما هنشوف. أو محتاج ردم، يبقى أنا محتاج أعرف هحط هنا قد إيه تراب كم متر مكعب، تمام كده يا شباب؟ يبقى الجزء ده أكثر وضوحا كده وضحناه. طيب نشوفه مع بعض كده على الشرائح بتاعتنا في الرسم. اهو ادي قطعه الارض لما حددت الاطراف بتاعتها زي ما قلت في بدايه الحلقه. بعد كده وده الحبل متقسم لخمسة متر بيتحرك الناحيه دي، كل خمسة بيكون هو قايس من هنا خمسة متر، بيقف هنا بعدين ايه شد الحبل ويحط عند كل نقطه من دول عقده من دول علامه او شويه من الجير على الارض، بيعملوا علامات ليا او بغرس شوكه لحد ما بيخلص لنهايه قطعه الارض، وبالتالي بتكون عندي بص بالشكل ده. اهو قطعه الارض بص 5 متر في 5 متر قسمها لمجموعه من المربعات الصغيره عشان اقدر عند كل نقطه من دول ده ركن من اهو. يعني انا لو مسكت المربع الاولاني ده بص كده هيكون عامل كده، ده المربع الاولاني اهو ده حدوده 5×5 عند كل نقطه من السمره دي هاخد قراءه، القراءه دي هتقول لي ان النقطه دي مرتفعه محتاج اشيل منها او منخفضه محتاج ان انا اجيب لها ايه عمليه ردم او ناتج حفر عشان احطه فيها عشان في الاخر اسوي قطعه الارض الكبيره دي على منسوب تسويه هو بيكون مدهوني مقارنه بمنسوب سطح الايه عفوا الميزان. طيب كده تمام، ده الخطوه الثانيه عرفت ان انا بقدر اقسم قطعه الارض. هنا احنا جايبين الخطوه مجمعه مع بعض هنا اهو لو بصيت. بعد كده بيعمل الجدول بتاعي، طبعا ده المساحه اهو خلاص ده حدود الارض طول وعرض. بعد كده قسمها لمجموعه من المربعات اللي هي كانت النقط دي اهي بقت مقسمه الى مجموعه من المربعات. ده لما بيرسمها يعني ده على الارض شكلها على الارض، ودي لما يكون المساح طبعا هو بيرسم هو في الأجندة أو النوتة اللي موجودة معاه بيرسم قطعة الأرض بعد ما تقسمت إلى مربعات. طول المربع 5×5 طول ضلع المربع 5×5 بيرسم الشكل ده بيكون موجود معاه في النوتة هو بيدونه عشان بعد كده بيعمل حاجة اسمها جدول الرصد بيرصد فيه القراءات عند كل ركن من أركان المربعات اللي ظهر معايا في الشكل بتاعي سواء على أرض الواقع زي كده أو على النوتة بتاعتي، لأن أنا هرفع ده على النوتة وارسم الشكل ده بالشكل بالاشكال المربعه المتقسمه معايا. لو بصيت من الاسم كده او يعني فكرت شويه في الاسم ميزانيه شبكيه يبقى بعملها على نظام ايه شبكه، بقسم قطعه الارض لشبكه، شبكه ممكن تكون مربعه او مستطيله او يصادف عندي جزء يكون فيه مثلث، فطبعا لازم ارسم قطعه الارض على النوت اللي موجود معايا النوت بوك اللي موجود معايا عشان بعد كده انسب او اكتب او ارصد النقاط او القراءات اللي هتظهر عندي في جدول الرصد. طيب كده تمام، ده كان توضيح لإجراء عملية الميزانية الشبكية وإزاي أقدر أقسم قطعة أرض سواء كانت لمربعات أو مجموعة من المستطيلات، وإذا ظهر عندي طبعا مثلث هنشوف بعد كده أقدر أعملها إزاي. في نهاية الشغل طبعا بيرصده أو بيرصد الجزء ده كله اللي تم على أرض الواقع بيرصده في جدول، الجدول ده اسمه جدول رصد القراءات. طيب بعد كده هنخش بقى مع بعض كده على الأمثلة ونشوف أمثلة على الميزانية الشبكية. مثال رقم واحد بيقول لي هنا مطلوب تسوية قطعة أرض أو قطعة الأرض الموضحة بالرسم أهي على منسوب 2 متر علما أن الوحدة المربعة مربعة الشكل وطول ضلعها كام 10 متر. طيب إيه ده يا شباب بقى مع بعض كده نعمل عليها سبوت سريع كده مع بعض ونوضحها. بيقول لي أن أنا عندي قطعة أرض، قطعة أرض دي زي اللي أنا شرحتها من شوية وقلت أن هو محتاج يسوي قطعة الأرض دي كلها على منسوب واحد مقارنة بمنسوب سطح الميزان، المنسوب ده كام؟ 2 متر. يعني ايه بقى يا مستر؟ يعني هو محتاج كل ما يحط القامة تمام في أي مكان على قطعة الأرض اللي هي موجودة عندي في المثال يقرا كام في الميزان؟ يقرا 2 متر، يبقى هو محتاج يسوي قطعة الأرض كلها على منسوب 2 متر، مفيش أو ما يحطش القامة في مكان ويجدها مثلا 2×5 أو مثلا 1.80 متر، لا هو محتاج يقرا كله كام؟ 2 متر. طيب بيقول لك علما خلي بالك بقى لازم طبعا يوضح لك او يقول لك ان قطعه الارض دي مقسمه الى مربعات، يبقى اذا انا هنا عرفت هشتغل على انه قانون طبعا لان قانون الخاص بالمثلثات ولا القانون الخاص باعمال
المربع والمستطيل. يبقى هنا في الحالة دي هستخدم القانون الخاص بأعمال المربع والمستطيل، لأن الشكل عندي هيكون شكل إيه؟ في له أربع أضلاع. وبيقول لك إن قطعة الأرض دي مقسمة إلى مجموعة من القطع، طول القطعة الواحدة 10 متر. يبقى أنا كده عشان أكون قريت المثال وفهمته كويس، عندي قطعة أرض، قطعة الأرض دي أيا ما كان طولها وعرضها، ولكن اللي يهمني فيها إن هي مقسمة إلى مجموعة من المربعات، ودي المعلومة اللي هو قال لي عليها. قطعة المربعات دي، مجموعة المربعات دي طول ضلع المربع الواحد فيها 10 متر، دي المعلومة الثانية. طب المعلومة الثالثة والمهمة عندي إن منسوب قطعة الأرض أو التسوية اللي هشتغل عليه هو منسوب 2 متر. يبقى إذن هنا يا شباب أوضح لك بقى هنا جزئية قبل ما ندخل في المثال والحل، إن كل منسوب، كل ركن موجود عندك أو قراءة موجودة عندك على ركن من أركان قطعة الأرض الموضحة بالرسم هطرحها من منسوب التسوية اللي هو 2 متر. يعني إيه يا مستر؟ يعني أنا لو أنا قريت في الميزان وليكن مثلا عند ركن من الأركان زي ما شرحت في بداية الحلقة وليكن مثلا 3 متر ونص، موجودة عندي 3 متر ونص، أنا مفروض أو مطلوب مني إنك أنت تسويها على منسوب 2 متر. يبقى في الحالة دي هعمل إيه يا شباب؟ هطرح ال 2 متر من ال 3 متر ونص، تمام كده؟ يبقى أنا عندي متر ونص، المتر ونص ده سواء بقى ارتفاع أو انخفاض، طبعا ده هنعرفه وهنحدده مع بعض كمان شوية. يبقى أنا كده عرفت إن عندي في متر ونص إيه؟ زيادة، فرق موجود. طيب أنا عايز أوضح لك هنا نقطة، سواء جمع أو طرح، تمام كده؟ سواء انخفاض أو ارتفاع، أنا كده أجري عملية إيه؟ طرح. يبقى أنا بطرح جميع النقاط، وده مبدأ ثابت هنشتغل عليه مع بعض في أعمال الميزانية الشبكية. سواء ارتفاع، يعني في ارتفاع أو في انخفاض أو أي نقطة موجودة عندي في الميزانية الشبكية قراءتها موجودة على الرسمة بتاعتي، هجري ليه عملية إيه؟ طرح. أي نقطة موجودة هطرحها من منسوب التسوية اللي هو عطوني في المثال، تمام كده؟ هو عندي هنا مديني المنسوب التسوية كام؟ 2 متر زي ما شفنا مع بعض، وطول قطعة الأرض أو طول المربع أو الوحدة اللي موجودة اللي مقسم ليها مجموعة من الوحدات، طول القطعة الواحدة 10 متر، تمام كده؟ طول ضلع 10 متر والقطعة مربعة. ثلاث معلومات عندي في التمرين بتاعي، منسوب تسوية 2 متر، الأرض مربعة، القطعة مربعة، المعلومة الثالثة إن طول ضلع القطعة كام؟ 10 متر. طيب نكمل مع بعض. بيقول لي هنا إيه؟ الشكل أهو، علما بأن الوحدة مربعة الشكل وطولها 10 متر. هنا يا شباب لو بصيت كده مع بعض زي ما قلت في بداية الحلقة، إن بص كده الركن ده 8 متر و10، يبقى الراجل وهو بيرصد في القامة على القامة في الميزان بتاعه، أرى هنا الركن ده كام؟ 8 متر و10، وأرى هنا 6 متر و7 من 100، خلي بالك ده 7 سنتي، مش 6 متر و7 سنتي. أرى هنا 6 كام؟ 72، 5 14، 4 متر 78، 3 متر 21، 2 متر 98، 3 متر 31، 3 55. طب أنا هنا يا شباب عايزين نفرق مع بعض بقى ونطبق الكلام اللي قلناه في بداية الحلقة عن الأجزاء أو القراءات المكررة مرة واحدة والقراءات المكررة مرتين. فين هنا المكررة مرتين وفين المكررة مرة واحدة أو المشتركة عندي في عنصر واحد أو عنصرين؟ لو بصيت مع بعض كده 8 و10 دي تبقى عين واحد. ليه؟ لأنها هنا إيه؟ مش مكررة وموجودة في ركن واحد من أركان قطعة الأرض الصغيرة اللي موجودة عندي دي، يبقى ده عين واحد. طيب وهكذا برضو 6 متر و7 في ركن واحد. طيب وهنا سمع حد من الشباب بيقول لي لا يا مستر ده هتختلف. طبعا هتختلف اختلاف كبير جدا عندي. ليه؟ لأن القطعة دي أو القراءة دي مشتركة في ما بين مربعين، تمام كده؟ في ركن واحد من أركان. يبقى إذن هنا الركن ده متقابل مع الركن ده، القراية جت عليهم ما بين في النقطة المشتركة دي، أرى كام؟ 6 متر 72، إذن دي هتبقى عين 2، صح كده؟ هتختلف عن دي. طيب ودي هتبقى برضو كام؟ عين 2. ليه؟ لأن هي مشتركة في شكلين، أهو المربع والمربع عند نقطة التقابل ما بينهم اللي هي 5 متر وكام؟ و14. الراجل حط القامة هنا في نقطة التقابل ده، تمام؟ وأرى طلعت القراءة دي كام؟ 5 متر و14، ولكن هي تحسب على عين 2. عشان إيه يا مستر؟ عشان هي مشتركة في شكلين، مربع من ناحية دي ومربع من الناحية. طيب لو بصيت هنا 4 متر 78، لا دي يا مستر هتبقى عين واحد. ليه؟ لأنها مشتركة في أو موجودة في مربع واحد أو ركن واحد من أركان المربع. هنا هتبقى عين 2 بنفس الطريقة اللي أنا قلتها فوق، وهنا هتبقى عين واحد، هنا هتبقى عين 2، هنا هتبقى عين واحد. طب ودي يا مستر؟ هنا أيوة يا شباب هنا بقى هتبقى عين 3. طب ليه؟ عشان عندي أنا مربع 2 3 القراءة دي، والراجل بيرصد حط القامة هنا ورصد
رصد كام؟ 5 متر 78. ارى على الميزان 5 متر كام؟ 82. تمام، دي القراءه ودي النقطه بتاعتي، لكن النقطه نفسها دي مشتركه ما بين 3 مربعات، يبقى اذا الجزئيه دي هتكون عندي جزئيه ايه؟ مشتركه، اللي هي بنسميها عين 3. طيب ودي يا مستر دي هتبقى عين 4. طب ليه؟ عشان عندي مشتركه في، بص كده لو بصيت ادي ركن 2 3 4، 4 اشكال متجمعين في ركن واحد عند نقطه واحده. الراجل حط القامه هنا والمساحه القرايه كانت 4 متر 77 في النقطه المشتركه ما بين 4 مربعات. يبقى انا كده عرفت، او انا لو بصيت للتمرين بتاعي قبل ما ندخل في الحل، التمرين بتاعي جمع ما بين عين واحد، اهو الحالات بتاعته ده 1 2 3 4 5، وبقى جمع تاني ما بين عين 2 ادي 1 2 3 اهو 4، وجمع برضو ما بين عين 3. يعني اذا عندي عين 1 وعين 2 وعين 3 وعين 4 موجودين في الشكل بتاعنا. طيب نكمل مع بعض كده يا شباب ونشوف الحل. كل الحل هنا، اول خطوه من خطوات الحل نرسم شبكه جديده ونضع عليها قيمه الحفر عند كل ركن. تمام كده. رقم 2، كل القراءات اللي موجوده على الشبكه بيتم طرحها من منسوب التسويه اللي انا قلت عليها يا شباب في البدايه، ان كل القراءات بطرحها من منسوب التسويه اللي هو كام؟ 2 متر. طيب لو بصيت كده مع بعض، دي كانت القراءه او القراءات اللي موجوده عندي في البدايه اللي هي موجوده في التمرين بتاعنا، كانت اهو القراءات زي ما هي. هنا القراءات كلها انا طرحتها من منسوب التسويه اللي هو كام يا شباب؟ 2 متر. تمام؟ لو بصيت هنا كل القراءات اللي موجوده دي باختصار كده عشان نكون عارفين، ان كل القراءات اللي موجوده عندي على الشكل هيتم طرحها من منسوب التسويه اللي هو كام؟ 2 متر. طيب لو بصيت كده الركن ده كان كام؟ يبقى انا هرسم الشبكه دي عندك تاني في الامتحان او في كراسه الاجابه، هرسم الشكل ده تاني طبعا بدون القراءات اللي موجوده عليه. هاخد هنا قراءات جديده او هيطلع عندي قراءات جديده. طب القراءات الجديده دي جبتها منين؟ من حاصل طرح كل النقاط دي اطرحها من منسوب التسويه اللي هو كام؟ 2. طيب نبص مع بعض كده، وانا ملون لك كل مجموعه مع بعض بلون واحد عشان اكون عارف الفرق ما بينهم. طيب هنا كده كانت 8 و10، لما طرحتها من الاثنين هيديني كام؟ 6 متر و10. لو بصيت هنا كانت 6 متر و7 سنت، اطرحها من الاثنين هتبقى كام؟ 4 متر و7. لو بصيت في الركن ده 4 متر 78، طرحتها من الاثنين 2 متر 8 وكام؟ و70. و2 متر 98 الركن ده طلع بكام؟ ب 98 من 100. يبقى اذا بص كده ما عادش عندي عين واحد، خلاص عين واحد عددهم كام؟ 1 2 3 4 5. يبقى انا لازم اكون عارف ادي 1 2 3 4 5 نقاط لازم اعدهم قبل ما ارصدهم في الجداول زي ما هنشوف كمان شويه. طيب بعد كده كل اللي بالاحمر ده هيبقى عين واحد عشان هو مشترك في ركن واحد، وانا عملت ايه يا شباب؟ طرحته من منسوب التسويه اللي هو 2 متر. بعد كده عندي اللي هو باللون الاصفر ده اللي مشترك فيه، او عين 2 هيكون مشترك عندي في مربعين او قراءه مكرره مرتين المفروض في الركن ده وفي في المربع ده وفي المربع ده، اللي هي 4 متر 72. طب انا جبت 4 متر 72 منين؟ جبتها من هنا اهو، ده كان المنسوب بتاعها اللي في المثال بتاعنا او في التمرين كان 6 متر 72، طرحته من 2 متر اداني 4 متر كام؟ 72. بعد كده 5 متر و14 طرحته من ال 2 متر اداني 3 متر و14. نبص تحت كده، محدش بقى يقول لي دي هتنفع تبقى مربع او مشتركه في عين 2، ليه يا مستر؟ عشان ده 4 زي ما قلت. طيب فين عين 2 تاني؟ اهو لو بصيت هنا 3 متر كام؟ 21. هطرحها من ال 2 متر هتديني متر كام؟ 22. بعد كده ده برضو مشتركه في مربعين او شكلين، كان منسوبها او كانت قراءتها 3 متر 31 طرحتها من ال 2 اداني متر كام؟ متر 31. طيب يبقى انا بعد كده بعمل ايه يا شباب؟ باكد على العدد بتاعي، لازم اتاكد. يبقى انا عندي 1 2 3 4 قراءات كانوا مشتركين في عين 2، وعملت لهم عمليه طرح من منسوب التسويه وكتبت الناتج بتاعهم على الميزانيه او على الشكل الشبكي اللي موجود عندي، اللي هو انا اصلا رسمته كان موجود عندي في الايه؟ التمرين بتاعي. يتفضل عندي عين 3 وعين 4. عين 3 هي اللي هي كانت كام؟ 5 متر 82، هطرحها من الاثنين هيديني 3 متر كام؟ 82. بعد كده عندي اللي هو عين 4، ما فيش عين 3 تاني خلاص، ادي 1 2 3 هي نقطة واحدة اللي مشتركة في الثلاث مربعات دول، يبقى أنا ما عنديش عين 3 تاني. بعد كده عين 4 مشتركة هي برضو نقطة واحدة مشتركة ما بين 4 مربعات،
منسوبها او قراءتها كان كام؟ 4 متر 77، بطرحها من الاثنين بيديني 2 متر 77. طيب بعد كده بعمل عندي جدول، طبعا ده كله بيكون موجود في كراسه الاجابه، ده اللي انت بتشتغل عليه في كراسه الاجابه بتاعتك. بعمل جدول عندي، الجدول ده بيكون متقسم الى خانات، عين واحد، عين اتنين، عين تلاته، عين اربعه، وطبعا بيكون فاضي. طيب بكتب فيه ايه؟ بسجل فيه. نبص مع بعض يا شباب، وانا جايب لك هنا متعمد ان انا اجيب لك الرسمه جنب الجدول عشان تعرف انا جبت القراءه دي منين ونقلتها ازاي. كان ده الشكل اللي انت رسمته من شويه في كراسه الاجابه. برسم انا الجدول اهو في الصفحه المقابله، في نفس الصفحه قصاده، وبقول عين واحد، يبقى كل اللي هو مشترك في عين واحد باخده من على الرسمه عندي اللي انت طلعته اهو وحطيته في الاركان بتاعتك، يبقى 6 متر و10، 4 متر اهي بحطها هنا في الجدول، بعد كده متر 55 اهو احطها في الجدول بتاعي، 98 اللي هي اللي هناك احطها هنا، بعد كده 2 78 احطها هنا. وعشان اعمل عمليه يا شباب، عمليه تشيك كده واكون متاكد ان الشغل بتاعي او التدوين في الجدول تدوين سليم، لازم اعد النقاط اللي موجوده عندي عشان واطبقها باللي موجود على الرسم عشان اتاكد. بص كده، ده 1 2 3 4 5، يبقى انا كده جبت 5 هنا، لازم الخمسة يكون موجود هنا، خمسة، خمسة عين واحد، ادي 1 2 3 4 5. دي عملية تأكد أولية عشان أكون يعني مطمن إن الحل بتاعي صح وأنا ماشي في التمرين مظبوط. بعد كده عين اتنين، باخد من عين اتنين من عندي هنا وهو أحط فيه الجدول، 3 متر و14، بعد كده 4 72، بعد كده 1 31، بعد كده 1 21. لو بصيت تاني ما عادش عندي عين اتنين، طب عد واتاكد، 1 2 3 4، وعندي هنا 1 2 3 4 برصدهم عندي. بعد كده عين 3، لو بصيت مفيش عندي في عين 3 غير عين واحده بس اهي، اللي هي كام؟ 3 متر 82، هي نقطه واحده اللي موجوده، اخدها واحطها هنا. بعد كده عين 4 برضو نقطه واحده، اللي هي كانت 2 77. جبت ده منين؟ جبت النقطه اللي كانت موجوده مكانها وطرحتها من 2، فاداني الناتج كام؟ 2 77، يعني القراءه دي كانت 4 77. تمام، حطيتها في عين 4، يبقى انا كده دونت في الجدول بتاعي. بعد كده بعمل عمليه عفوا بعمل عمليه جمع للنواتج اللي موجوده عندي دي، بجمع عين واحد، يعني بعمل خانه اخيره كده اسمها خانه المجموع، بجمع ده كله مع بعضه كده واحطها تحت، واجمع ده برده مع بعضه وانزلها تحت، ودي طبعا ما فيش حاجه تتجمع عليها، بتنزل تحت، وهكذا برده عين 4 بتنزل عندي تحت. ليه؟ عشان يكون عندي يعني اجمالي لمجموع عين واحد وعين اتنين وعين تلاتة وعين اربعة. طيب نوضح يا شباب كده مع بعض، نستعرض الجزء ده كده اكثر وضوحا. زي ما قلنا في بداية الحلقة، اي حاجة محتاجة سبوت كده او توضيح هنقف عليها شوية ونوضحها مع بعض. انا عندي النقاط خلاص موجودة، هو الراجل او الوضع الامتحان جاب لي التمرين بتاعي عبارة عن شكل مرسوم عليه نقاط، النقاط دي مجموعة من القراءات متاخدة كل ركن من الاركان عليه القراءة بتاعته. طيب ايه اللي انا مفروض بعمله يا مستر؟ طبعا زي ما قلت لك هو بيكون مديك منسوب تسويه، يبقى انا بطرح كل النقاط او القراءات اللي موجوده عندي على الرسم بتاع اللي هو مديهولك في التمرين، اطرحه من منسوب التسويه. طيب ايه اللي بيختلف عندي يا مستر وهيبين بقى او يعمل فرق ما بين طالب فاهم وحضر معانا في البرنامج بتاعنا، برنامجنا او متابع القناه الدروس بتاعتنا على قناتنا في بيتنا مدرسه، ومتابع اللي بيحصل في البرنامج بتاعنا دروسنا اول باول وبيدون ويسجل معانا؟ ده هيفرق طبعا عن الطالب اللي هو مش متابع. ليه؟ لانه هيبقى عارف الفرق ما بين عين واحد دي اتقالت في الحلقه بتاعتنا، وعين اتنين هي ايه، وعين تلاته وعين اربعه، وازاي ان انا بعمل لهم عمليه طرح من منسوب التسويه بتاعي. بعد كده باخد كل اللي موجود، القراءات اللي موجوده بتاعتي، برسمها او بثبتها يا شباب على الرسم بتاعي. يبقى تاني انا باخد الرسمه اللي موجوده عندي في الامتحان، برسمها في ورقه الاجابه واحط عليها النقاط او القراءات اللي موجوده، ولكن بعد ما بعمل لها عمليه طرح من منسوب التسويه اللي موجود عندي. يبقى يا مستر حضرتك عايز تقول لنا ان كل القراءات اللي موجوده عندك في التمرين بتطرحها؟ ايوه طبعا، كلها بيتم عمليه طرح لها من منسوب التسويه، وارجع ادونها تاني القراءات اللي انا جبتها او المناسيب اللي انا حصلت عليها من عمليه الطرح، بحطها على الرسمه الجديده بتاعتي. طيب بعد كده بعد ما بخلص الرسمه واحط عليها القراءات او المناسيب الجديده اللي انا جبتها، بعمل حاجه اسمها جدول الرصد. الجدول ده مقسم الى خانات، مجموعه من الخانات، الخانه الاولى عين واحد، ثم عين اتنين، عين تلاته، عين اربعه. طيب ايه عين واحد؟ كل القراءات اللي موجوده عندي في مربع واحد، ما هيش متكرره يعني او مشتركه ما بين مربعين،
بحطهم في الجدول كلهم تحت بعض. بعد كده عين اتنين اللي انا قلت قبل كده اللي هي مشتركه في مربعين او شكلين احطها في عين اتنين، وهكذا عين ثلاثه، وهكذا عين اربعه. طيب بعد كده عند عمليه تاكد، وانا اكدت عليها في البدايه ووضحتها، ايه هي؟ ان انا لازم اتاكد وانا شغال عشان تبقى مطمن انك انت شغال صح. طيب هعرف دي ازاي؟ انك انت لازم تجمع العدد اللي موجود عندك في عدد القراءات او النواتج اللي انت حصلت عليها في عين واحد، وليكن مثلا خمسه، لازم اروح على الرسم الاقيهم خمسه، تمام كده؟ طب وعين اتنين وليكن مثلا ست نواتج موجوده عندي في عين اتنين في الجدول، لازم يكون موجود عندي سته فين؟ على الرسم، وهكذا عين ثلاثه، وهكذا عين اربعه. يبقى شباب لازم او انت محتاج انك انت تعمل عمليه تاكد من ان العدد اللي موجود في الجدول مطابق لعدد النقاط او القراءات اللي موجود على الرسمه بتاعتك اللي انت بترسمها عشان ترصد او تثبت عليها عمليه الايه؟ نواتج الطرح، سواء بالحفر او الردم. وهنا بيقول لك احسب مكعبات الحفر، يبقى انا الشغل اللي انا شغال عليه هو عباره عن ايه؟ عمليه حفر. كده تمام يا شباب؟ يبقى انا عرفت او وصلت لنقطه ان انا رسمت الشكل، حطيت عليه القراءات، القراءات الجديده او النواتج الجديده جبتها منين؟ من حصل طرح القراءات اللي موجوده كلها عندي من منسوب التسويه، رصدتها. طب بعد ما رصدتها على الرسمه بتاعتي اخذتها ودونتها في جدول، الجدول ده اسمه جدول الايه؟ الميزانيه الشبكيه. كده ده كان الجزء اللي احنا وقفنا عنده. طيب نرجع تاني ونكمل مع بعض عشان بقى مكعبات الحفر بتاعتي، لان انا كده عملت عمليه الايه؟ عمليه الرصد موجوده في الجداول، الجدول بتاعي وعلى الرسمه. ولكن فين طبعا مكعبات الحفر بتاعتي؟ نشوف كده مع بعض. بيقول لي الحل، الحجم يساوي س اللي هو الشكل، بعد طبعا ما خلصت انا، س الشكل على 4 اللي هي مساحه الشكل على 4، مضروبه في عين 1 زائد عين 2 زائد عين 3 زائد عين 4. س تساوي طول الضلع في نفسه. ليه يا شباب؟ لان الشكل مربع. خليك فاكر معايا ان انا في البدايه قلت لك مقسمه الى مجموعه من المربعات، طول ضلع المربع الواحد 10 متر، تمام كده؟ يبقى انا س هنا طول الضلع في نفسه اللي هو المربع يساوي 10 ب 100، يبقى مساحه القطعه الواحده ده 100 متر. طيب بعد كده بقسمها على 4 حسب القانون اهو، زي ما انا قلت لك المساحه مقسومه على كام؟ على 4، مضروبه في، افتح قوس، تمام؟ عين 1، تمام؟ عين اللي هو 1 يعني ركن واحد، مشتركه في واحد بس، عشان هي واحد ما فيش مشكله عندي، كان الاجمالي بتاعهم لو بصينا في الشريحه كده اهو، عين واحد كانت كام؟ اجماليها كام؟ 15.48، يبقى انا هضرب واحد في 15.48 اجماليها على بعضها، تمام؟ نشوف بقى كده اهو، يبقى واحد في 15.48، ايه 15.48؟ اللي هي مجموع عين واحد في الجدول السابق. بعد كده عين اتنين اللي هي مجموع عين اتنين 10 متر 38، ونشوفها مع بعض اهو، مجموع عين اتنين اهو كده مع بعض اجماليهم 10 متر 38، هضربه في كام؟ في 2، نشوف كده اهو، اهو يبقى 10، يبقى 10.38 مضروبه في كام؟ في 2 زائد 3 اللي هي عين 3، ما كانش عندي غير نقطه واحده اللي هي 3 كام؟ 72 82. بعد كده زائد 4 اللي هي عين 4 مضروبه في 2 77 وكانت نقطه واحده. بعد كده بقسم ال 100 على ال 4 ب 25 واحطها هنا، بعد كده اصفي اللي ما بين الاقواس دي، بكون 1 في 15.48 بنزل الناتج بتاعها، زائد بضرب 2 في 10.38 واحط الناتج بتاعها، 3 في 3 82 واحط الناتج بتاعها، بعد كده 4 في 2 77 واحط الناتج بتاعها، اجمع كل النواتج اللي موجوده عندي واضربها في 25، بعد كده بعرف الناتج بتاعي او مكعبات الحفر اللي موجوده عندي، طبعا هتكون بالمتر المكعب 14 او 146.5 و5 يعني متر مكعب. يبقى اجمالي مكعبات الحفر اللي موجوده في قطعه الارض دي المقسمه الى مجموعه من المربعات، طول ضلع المربع الواحد فيها 10 متر، يبقى المفروض ان انا هعمل اجمالي مكعبات حفر قد ايه؟ 1469.5 متر حفر. قطعه الارض دي كلها محتاجه ان انا اجري عمليه الحفر، هشيل منها 1469.5 متر، وده كان المطلوب اللي موجود عندي. بعد كده هنشوف التمرين الثاني، وطبعا ده انا هستعرضه لكم وهنسيبه لكم ان شاء الله باذن الله عشان انتم تحلوه وتتابعونا على الرابط بتاع القناه، ولو في اي استفسار هنرد عليكم باذن الله. بيقول هنا مطلوب تسويه قطعه الارض الموضحه بالرسم، وهذا الشكل اللي عندي اهو، على منسوب 20 متر، علما بان طول الخط ا ب، طبعا كام طول الخط ا ب ده اهو كله على بعضه كده 5 متر، طبعا مضروب بيقول لي ايه 20 متر في 5 يعني متقسم الى 5 اجزاء،
طول الجزء الواحد كام؟ خمسة. وبيقول لي الخط الثاني اللي هو ألف دال، أهو ألف دال متقسم إلى مربعين، طبعا طوله كام؟ 20 متر، يعني ده هيبقى 10 ودي هتبقى 5. وطبعا هنا أنا محتاج منك نوضح مع بعض يا شباب عشان خلاص وقتنا انتهى. عايز أوضح لك إن أنت هنا محتاج إنك أنت ترجع للقانون اللي موجود عندك، لأن خلي بالك قطعة الأرض اللي موجودة عندك هنا مثلثة ومستطيلة، متقسمة فيها مثلثات وفيها شكل مستطيل. طول المستطيل الواحد عندك طول ضلعه 10 في 5، فلازم تكون عارف القانون بتاعك وتقدر توظف اللي أنا قلته في بداية الحلقة. وطبعا مش هيجاوب معانا هيقدر ان هو يمشي في التمرين الا الطالب اللي هو كان متابع معانا من بدايه الحلقه. للاسف وقتكم انتهى ومر بسرعه، الوقت معاكم بيمر بسرعه، محتاجين ان احنا ان شاء الله مستنيين منكم اسئلتكم واستفساراتكم ان شاء الله، وعلى امل باذن الله اللقاء بكم في الغد القريب. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.